عرس 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 زعما قبل ما نبدا هاد الفيديو قلت هاد الفيديو غادي يكون سيريوز، هاد الفيديو غادي نهضر معاكم بكل ثقه. بحال دوزو الفيديو. حاجه قبل ما غادي نبدا هاد الفيديو غادي نقول لك شكرا لك وشكرا لك شكرا لكما شكرا لكم حيت اختاريتو انكم تفرجوا في هاد الفيديو. بكم عندي مرحبا بكم في القناه ديالي. مرحبا بكم مرحبا بكم. ماشي بروفيسيونيل مره. هاد الفيديو غادي يكون عباره عن دردشه، هذاك الشيء علاش حاولت انني نخلق هذا الفضاء باش تحسوا بيا بلي راكم معايا. وغادي يكون جواب على واحد السؤال اللي كيتسول من نهار لحت واحد الفوتو في انستغرام. هاد الفوتو اللي هي هادي، ولا ما عرفت هادي ولا ما عرفت هادي ولا ما عرفت هادي. حيت اختكم مازال كتعلم المونتاج، يعني مازال ما عرفتش فين غادي نحطها. اللي ما كيعرفش انستغرام ديالي هو هذا انستغرام ديالي. المهم انا حطيت هاد التصويره في انستغرام، بين الفرق فيها بين صورتين المده اللي بيناتهم يمكن 4 سنين 4 سنين ونص. بين صورتين الفرق واضح جدا والحمد لله، باين انني تبدلت الحمد لله. كنحمد الله وكنشكره قدرت نبدل شي حوايج فيا، الحوايج مزيانين الحمد لله. والسؤال اللي كيتعاود، كيفاش درتي لها؟ كيفاش درتي لها هذا؟ كيفاش درتي لها هذا؟ في لي ميساج في لي كومونتير. هذاك الشيء علاش قررت انني غادي ندير هذا الفيديو، غادي نهضر معكم فيه وغادي نقول لكم كلشي. اول حاجه باش انك تحل شي مشكل ولا انك تزيد شي خطوه لقدام، خصك تكون عارف فين غادي تزيد ولا شنو هو المشكل. بما معناه انك خصك تعرف الحوايج اللي فيك ما عاجبينكش ولا ما كيعجبوكش فراسك ولا خايبين فيك بغيتي تبدلهم. ركز على ما عاجبينكش فراسك، يعني الحوايج اللي باغي تبدلهم انت خصك تكون انت كتشوفهم باللي خاصهم يتبدلوا، ماشي الناس اللي دايرين بك هما اللي قنعوك بان هذاك الشيء فيك خايب. اوكي، ملي غادي تشوف هذاك الشيء اللي فيك ما عاجبكش ولا هذاك الشيء اللي فيك خايب ولا هذاك الشيء اللي فيك باغي تبدلو، فعندك جوج اختيارات. الاختيار الاول هو ان هذيك الحاجه اللي ما عجبكش فيك تقدر تكون شي حاجه خلقيه ولا شي حاجه من عند الله سبحانه وتعالى هو اللي ابتلاك بها، يعني ما غاديش يمكن لك تغيرها. فخصك تعود نفسك انك تقبل هذيك الحاجه اللي فيك، يعني هذاك الشيء ما يمكنش ليه يتغير، شي حاجه خلقيه شي حاجه ربانيه شي حاجه ربي ابتلاك بها، يعني ما غاديش يمكن لك تغيرها. ما عليك غير انك تثق في الله سبحانه وتعالى وتقبل راسك كيف ما انت وتقبل هذيك الحاجه اللي فيك، يعني تعود نفسك ان ديك الحاجه اللي انت مسبالك نقطه الضعف ديالك تخليها هي نقطه القوه ديالك. هادشي راه ما غاديش يمكن غادي يتحقق بنهار ولا بيومين ولا بثلاث ايام، هذاك الشيء كيجي مع الوقت مع الوعي مع التقرب ديالك من الله سبحانه وتعالى مع الرضا ديالك بالذات ديالك. كتولي انت باغي نفسك كيف ما انت، ما كتبقاش تسوق لهضره الناس. ثاني حاجه هو ان داك الشيء ولا ديك الحاجه اللي فيك قادر انك تغيرها، قادر انك تزيد بها القدام، قادر انك تبدلها الاحسن. خاصك تبدلها سالينا، ما غنقولش لك شي كلمه اخرى. شي حاجه فيك خايبه، شي حاجه ما كتعجبكش انت فراسك، ماشي ما كتعجبش الناس، ما كتعجبكش انت فراسك، بغيتي تبدلها وعندك القدره انك تبدلها، صافي بدلها. خاصك تبدلها. داكشي اللي درت انا، اول حاجه جلست مع راسي فكرت مع راسي، لقيت ثلاثه الحوايج ما عاجبينيش فراسي بغيت نبدلهم. اول حاجه الوزن ديالي، ثاني حاجه طريقه ديال اللباس ديالي، وثالث حاجه هي طريقه ديال التفكير ديالي. الوزن ديالي كنت ديما من 70 للفوق، 72 73 74، واحد المره وصلت حتى 76. دابا الوزن ديالي ما كيفوتش 60 وغالبا الا فتو 61. كيفاش حتى ضعفيت من داك الوزن لهذا الوزن وما بقيتش عاود زدت في الوزن؟ انا الصراحه ما تبعتش نظام غذائي معين، يعني كليت شي حاجه معينه، لا كنت كناكل عادي، لكن كنت غير كنفطر وكنتغدى وكنتعشى. العشاء ديالي مع السبعه ديال العشيه، السبعه كنحبس الماكله ما كنعاودش ناكل مورا السبعه، واخا ما عرفتش شنو يكونوا دايرين في الماكله، ما كنبقاش ناكل حتى كنشبع. انا كنت كنبقى ناكل حتى صافي حتى ما كنبقاش قادره نزيد، لا كناكل الحمد لله داكشي اللي كاين اللي قسم الله، مي ما كناكلش بزاف، كناكل يعني كنرضي الجوع ديالي وصافي، ما كناكلش حتى كنشبع
وما كناكلش بين الوجبات والو، ما كناكلش بين الوجبات فطور وغدا وعشاء لا غير. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه كنشرب الماء بزاف، عودت نفسي باللي نشرب الماء بزاف، كيعكس واحد النتيجه غزاله لا على الذات لا على البشره. كنت كنحاول انني في النهار نشرب هكا يطرو ولا جوج يطرو ديال الماء عاديين ويطرو ديال الماء مع الحامض. كنعصر حامضه عاديه وكنديرها في يطرو ديال الماء، ولا حامضه ونص وكنديرها في يطرو ديال الماء، وكنحاول نشربها يطرو في النهار ولا نص يطرو في النهار. المهم كنحاول نشرب الماء عادي والماء معاه الحامض. ورابع حاجه واهم حاجه هي كنتحرك بزاف، كنتمشى بزاف، وكنت تيليشارجيت واحد لابليكاسيون كدير حركات، كتعلمك كيفاش دير حركات باش تدخلي البطن. انا نخليكم سميت لابليكاسيون هنا، ولكن وقيله كاينه غير في الايفون، ولكن تقدروا تقلبوا سوغ يوتيوب غادي تلقاو دي زابليكاسيون ولا حركات كيعلموهم لكم الناس في يوتيوب، يعني تقدروا تتبعوهم احسن. هذه من ناحيه الوزن. من ناحيه اللباس حاولت اني نبدل طريقه اللباس ديالي اللي توالم العمر ديالي الشخصيه ديالي والعصر ديالي لا اكثر ولا اقل. ما غاديش نقول لكم اللباس مشيت هزيت واحد الخشه ديال الفلوس ودرت شوبينغ، لا، مره كنشري سروال، مره كنشري قميجه، مره كنشري كسوه، مره كنشري سبديله، مره كنشري سبرديله، مره كنشري سروال، وهي غادا بحال هكاك حتى بشويه بشويه تكونوا عندي الحوايج اللي كيناسبوني واللي كيعجبوني واللي زويونين. كاينين بزاف البنات كيكونوا غادي يديروا الحجاب مثلا، الحجاب كيقول لك وانا خصني نشري الحوايج ديال الحجاب باش انا نبدا الحجاب. ماشي بالضروره خصك تشري الحوايج ديال الحجاب باش انك تبدا الحجاب، ولا خصك تشري حوايج زوينين باش انك تبدلي اللوك ديالك. راه داك الشيء بالتدريج، مره على مره، مره تخرجي شي قميجه، مره تخرجي شي سروال، مره تخرجي شي جاكيطه، مره صنداله، مره سبديله، مره ماشي كلشي كيجي دقه وحده. انا ماشي مليارديره ولا انت مليارديره ولا دوك اللي كيبانوا لكم في انستغرام ولا في لي سوشيال ميديا عامه كتقولي علاش هي عندها بزاف الحوايج وانا ما عنديش، علاش هما هكا وانا ماشي هكا. اول حاجه هذاك الشيء كاع اللي كيبان لك في لي سوشيال ميديا عامه راه ما كيكونش حقيقي، خديها مني نصيحه وان تجربه خاصه. انا اللي شفت الناس كيفاش دايرين في السوشيال ميديا وكيفاش دايرين في الواقع كتصدمي فيهم، لا في اللباس ديالهم، لا في الهضره ديالهم، لا في التعامل ديالهم. ما نقولش لك منهم فنانين، كنت كنحترمهم انا شخصيا ملي شفتهم فاس، ملي هدرت معاهم فاس. يا طيب ماشي هذا موضوعنا، رجعوا لموضوعنا. كاع اللي كيبان لكم في السوشيال ميديا فئه منهم يكونوا الحوايج كيوصلوهم فابور، فئه ثانيه كتكون كتصور بحوايج ديال اختها، بنت خالتها، بنت عمتها، مره تسلف مع صاحبتها باش تصور به. وحق الله كنهضر معاكم سيريو، شفت انواع وعرفت انواع باللي كيتسلفوا الحوايج باش يتصوروا بهم، باش تصوري بهم باش تبين تشوفي تقولي واو كل نهار لابسه لبسه. وكاين فئه اخرى اللي كتعرف تناسق في اللباس ديالها، يعني حاجه وحده كتعرف تلبسها مع بزاف الحوايج وكتعرف تغير فيها، تبدل ليها السروال، مره تبدل ليها الشال، مره تلبسها من الفوق، مره تلبسها من التحت. الوزن ديالي، اللباس ديالي بقات الطريقه ديال التفكير ديالي. ما عرفت كيفاش نشرحها لكم هذه، والله ما غادي نعرف، حيت انا كنت ولا زلت بعض الشيء في بعض الاحيان في بعض المواقف عندي رده الفعل اكثر من التفكير، يعني حركيه، كثر شي حاجه ما كنفكرش بزاف، كنعرف العنف، كنت كنعرف غير العنف، ما كنعرف لا نهضر لا نتصرف لا حتى شي حاجه، كنعرف العنف. هذه من ناحيه، ناحيه اخرى ما كنتش كنعرف نتصور لا نهضر لا نتصرف، يمكن كنش نكون بوحدي، ما كنعرفش نخرج داكشي اللي داخل عندي، الداخل اللي عندي كنت كنخرجو بالغوات بالضرب بالمدابزه، هادشي اللي كنت كنعرف ندير. الحمد لله دابا تبدلت، الحمد لله. طريقه التفكير ما كتبدلش بين نهار وليله، طريقه التفكير كتبدل اول حاجه بالممارسه، بالقراءه، بالوعي، بالمعاشره، كتعاشر الناس، كتختلط مع ناس، كتعرف ناس جداد. دائما حاولوا صاحبوا ولا تعاشروا ولا تعرفوا الناس اللي كبر منكم سنا وعلما، كيكون عارف بزاف د الحوايج، مكتشف بزاف د الحوايج، غادي يفيدك بهم وغادي يزيد رصيدك المعرفي بهم. وحاولوا تقراو، تعودوا نفسكم تقراو كتب، تقراو روايات كيف ما كانوا، تقرا سوغ انترنيت كتوبه، المهم توعاو توعاو. واحد ملي كيوعى من راسو كيعمر كيولي عارف كيفاش يتصرف، وكتولي عنده القدره في التحكم في الذات ديالو، في النفس ديالو، في التصرفات ديالو، في بزاف د الحوايج كيولي عنده وعي بالمحيط ديالو. والحاجه اللي نبغي نختم بها هو انك الا قربتي من الله سبحانه وتعالى ورضيتي بنفسك وبذاتك
وحاولتي تغير داك الشيء اللي فيك انت خصو يتغير واللي انت ما عجبكش، ماشي على قبل الناس ولا على قبل شي واحد. كون اكيد كتحس بواحد الراحه، وكيف ما كنقول لكم ديما ديروا داك الشيء اللي كتبغيه واللي كترتاحوا فيه وتبا للجميع. وهكا يكون سهل الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم. شكرا حيت كملتوا الفيديو حتى الاخر، نشوفوا فيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي.